ندين ونستنكر ونندد بقيام الدولة التركية بالاعتداء على أرضنا بدون وجه حق ومخالفتها لجميع القوانين والأعراف الدولية، وإن الدولة التركية ارتكبت وما زالت ترتكب الجرائم والمجازر أمام مرأى المجتمع الدولي، وما زالت تعرض حياة الآمنين للخطر وتزعزع الاستقرار وتسفك الدماء، ولم تتوقف دوامة العنف طيلة القرون الماضية وما تزال مستمرة، والضمير الدولي في سبات عميق، وإنها الآن تأتي إلى المناطق الآمنة المستقرة، مناطق شمال وشرق سوريا، وتطالب بتشكيل المنطقة الآمنة فيها لتنفيذ مخططاتها التوسعية العدوانية، وهي بعيدة كل البعد عن الأمن والأمان. ودليل ذلك لم يعد سراً على أحد بأن تركيا هي كانت البوابة الأولى لعبور الإرهابيين من مختلف دول العالم إلى سوريا، ولم يعد خافياً على الإطلاق دعمهم للتنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة، وتأتي وتطالب بمنطقة آمنة، وأنه من الأولى على المجتمع الدولي والتحالف الدولي أن يقوم بحماية الآخرين من إرهاب الدولة التركية. وأصبحت الأراضي السورية ساحة للنفوذ وتصفية الحسابات بين الدول الإقليمية والدولية. ما يحدث الآن في سوريا وخصوصا في عفرين هي جرائم ترتكب بحق البشرية مع صمت المؤسسات المدعية للشرعية الدولية بكلمات أربع لا غير، وهي الحصار ثم القصف وبعد ذلك تجويع فترحيل، كلمات أربع تختصر استراتيجية النظام التركي. وأن فلسفة الأمة الديمقراطية التي تم قبولها وترسيمها وتفعيلها لمبدأ العيش المشترك للشعوب في شمال وشرق سوريا بدأ نجمها يلمع وقبولها من قبل شعوب المنطقة، مما جعلها هدفا للنظام التركي الذي يريد إطفاء هذا المشروع. ستفشل هذا الاعتداء وسنقاوم حتى النصر، وإننا سنكون أوفياء لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذه الأرض، فإننا سنتمسك بكل ذرة من ذرات هذه الأرض، وإننا سنحافظ على هذه المكتسبات التي حققتها القوات العسكرية والإدارة السياسية، وذلك بأن يكون كل منا نحن العاملين في الإدارة الذاتية وكل مواطن في هذه الأرض أن يعتبر نفسه مسؤولا عن المحافظة على هذه المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.